هذا ناجري بريزفي، خبرني شو هالموضوع الضروري اللي ما بينحكى على التليفون، ولا شو هالسرية؟ ما بتعرف إنه الحيطان إلى أدان والاتصالات ممكن تتسجل بسهولة. اتصلت فيك وخليتك تجي لهون لأنه الشيء اللي بدي أسألك عنه مهم كتير، والموضوع مصيري كمان، ما بيصير إلا وش لوش وبسرية تامة. فهمني شو سؤالك؟ تتذكر وراء الملكية يلي كانوا مع بريتا وبيأكدوا إنه ملكية البيت والشركة لإلها؟ إذا هلأ بقلك إنه هدول وراء كلهم صاروا معي وبالحفظ والصون. شو؟ أنت شو عم تقول؟ أنت معك النسخة الأصلية اللي كانت مع بريتا؟ سرقتهم منها. بريتفي، اسمعني ناجري، إذا أنت شلت اسم بريتا عن لورا، إي تقدر تحط اسمي بداله؟ ليش لا؟ أكيد نقدر، بس أنت قلي الحقيقة لشوف، هلأ عن جد معك النسخة الأصلية يلي كانت مع بريتا؟ عندك شك؟ لا أنا بعرفك بريتفي، ومتأكد إنك سرقت الأوراق. أنت مو طبيعي يا بريتفي، هاتو أعطيني الأوراق يلا. مو هلأ. شو؟ بكرة الصبح ناجري، بكرة من الصبح بكير أنا بجيبهم على مكتبك ومنعمل كل شي بدنا إياه براحتنا. اللي اسم مين رح تحط؟ ايه؟ بس نشيل عنهم اسم بريتا. اسمك إلك ولمين الثروة؟ إلك. صحيح، ولا يهمك. طيب لك، شوفك بمكتبي. تمام تمام، أنا رايح. مع السلامة. سلام. ألو حضرة الضابط، أنا كاران لوترا. يا أهلين سيد كاران لوترا، شو في؟ يا حضرة الضابط، فيك تجي فوراً لعندي؟ اكتشفت شغلة وبدي أثبت لك إنه مو أنا اللي سرقت وراء الملكية من بريتا، الحرامي طلع بريتفي. بس يا سيد لوترا، بعرف شو بدك تقول، بس أنا لاعب كريكت وهلأ في ادعاء ضدي، وهذا ممكن يأثر على سمعتي وعلى مستقبلي، لهيك تعال لو سمحت بترجاك. شوف يا سيد كاران لوترا، هيك القضية صارت خاصة كتير وحساسة، لازم بالأول استشير الضابط اللي مسؤول عني. الموضوع صار متعلق فيك، والفريق المختص اللي كان بده يجي بكرة رح نبعته اليوم، بس انت راقب كل شي عم يصير حواليك لبين ما أعمل الإجراءات اللازمة، وبعدها بجي لعندك فورا. شكراً كتير حضرة الضابط. سلام. ماما، في شغلة بدي أقول لك إياها لأنه ما عم بقدر أفهمها أبداً. أنت فكري معي بالقصة، في عالم صايرين غريبين بيبيعدوا بكل وقاحة، بيأكلوا مع العالم يلي بدهم يأذوهم، وبيجيبوا الشرطة ليحبسوهم هيك ببساطة، وبيعدوا بيأكلوا معهم ولا كأنه في شيء. حبيبتي، هدول الناس بيكونوا ما بيخجلوا وناكرين للجميع. شو هاد لك اختي؟ انتي مخوفة الكل بهالبيت، شايفة الكل خايفين منك وميتين من الرعبة، حتى ما بيسترجوا يتطلعوا فيكي او يحطوا عينهم بعينك او انهم يوجهوا لك اي كلمة. كريتيكا، في ناس عندهم مخ بس ما بيفكروا، مع انهم بيعرفوا كل شيء وبيفهموا كل شيء، بس بيتجاهلوا كل شيء، بينبسطوا بالاهانه. شيرلين، ما بعرف اذا سمعاني بهالشيء، بس في عالم اذا تمسخرتي عليهم وبلشتي تسمعيهم حكي ليزوقوا على حالهم ويخجلوا، ما بيفهموها وبيعتبروها مجامله. بس شو فيكي تعملي معهم؟
هدول تفكيرون سطحي. بريتا، أنا وعدتك إني ما أتجادل مع حدا من الموجودين، بس أنا آسفة كتير. بدي رد عليهم بكلمتين يناسبوا. لما يفكروا إني ما بعرف رد وقت ينطقوا لسانهم بهيك تفاهة، فأنا مضطرة أنزل لمستواهم بالحديث، لأنهم ما رح يفهموا بمستواي. لازم أنا حاكيهم حسب مستوى عقلاتهم. شريستي، ما في لزوم هلأ. ليش ما في لزوم أختي؟ جاي عبالي رد على باتاشا أول شي. ايه صح ناتاشا، شو كان المصطلح اللي قلتيه؟ لا، وبعدين استخدمتيه بجملة غلط. الأصح إنه يلي بيحكي بمنطقكم هو يلي بيكون تفكيره سطحي وما بيفهم أي شيء، ويلي بيخاف إنه يواجه يسكت أحسن له. أصلاً أنتوا الثلاثة لازم تشكروا يلي لساته متحملكم، بس ما في مخ هذا الراس فاضي. شريستي، على فكرة أنتي تماديتي كتير، شو في داعي للوقاحة تبعك؟ هلأ بنظرك أنا اللي عم بتوقح؟ أنتي اللي بلشتي بالحكي كريتيكا، وبما أنك دقيتي الباب فلازم تسمع الجواب اللي بليق بمقامك حبيبتي. بعدين ممكن حدا فيكن يقلي مين هاي البنت يلي مخها مدري وين؟ ومين سمح لها تتدخل بالسيرة؟ نحن سكتنا كرمال العمة كارينا وخليناها تحكي علينا بس لأنه أكبر منا بالعمر واحترمناها مشان هيك، بس هاي البنت ممنوع توجه لنا أي كلمة. عطيناها الضوء الأخضر للعمة كارينا أم غيرة مادة؟ هي ما بتلأكف مني. شريستي، لا ترفعي صوتك بوشي، أنا بقدر علي صوتي كمان. من وقت ما أجت أختي على هالبيت والكل هون عم يعملوها معاملة سيئة، فيني أفهم هي شو عملت لكم؟ أختي عندها كبرياء وما عم ترد لأنها بتحترم حالها، مع أنه فيها تزت الكل برا البيت. بس لا هيك كتير، رغم كل شي عملتوه هي ما غلطت مع حدا، مع أنه هي عندها السلطة لتعمل كل شي. بعدين مين يلي عطاها كل هالقوة وسلم بيته وأملاكه وثروته كلها؟ هو هرم العيلة تبعكم، العمة هيش لوترا. العمة هيش اللي عطاها السلطة لأختي وهو بكامل وعيه وبصم لها هالشي. طيب إذا أنتم ما بدكم تحترموا أختي، احترموا رغبة العمة هيش يلي كل همه مصلحتكم. لهون وبس. عمي ماهيش ما عمل هيك بإرادته أبداً، أختك ما بعرف كيف قدرت تلعب بعقله وخلته يسجل كل شي باسمه. أنت شو مشكلتك إذا سجل باسمه ولا باسم غيره؟ بالعكس لازم تنبسطي، مو بس أنت، كل العيلة لازم يفرحوا كمان، لأنه من وقت ما أجت أختي لهون كانت عادلة مع الكل وما فرقت بيناتكم وعملت الكل هون باحترام. وأكيد ما نسيتوا شو صار فيكم. أنتوا بتتذكروا قبل ما تجي أختي على البيت كانوا الكل عم ياكلوا بعد ما بريد في يخلص أكله، بس هلأ الكل قاعدين مع بعض وعم ياكلوا مع بريتا بنفس الوقت. شريستي لو سمحتي اسكتي بقى. ليش بدك يعني افهم؟ بس فهميني، إذا ما بتردي على إهاناتهم رح يتمادوا أكتر. بالأساس ليش سامحتي لهم يحكوا؟ لازم تحطي حد لهالشي. خلص أنا ما عم بفهم، أنت بشو غلطتي معهم؟ من وقت ما أجيتي لعندهم تغير كل شي ورجعوا مبسوطين مثل قبل، لا حتى أكتر من قبل. على القليلة بعد ما خلتكن مبسوطين احترموا مشاعرها شوي وما توجهوا لأي إهانة. القصة بس بدها شوية احترام. أختي قاعدة عم تعمل كل شي كرمال هاي العيلة وأنتوا بالمقابل. أنا ما عم بعمل شي كرمال حدا. هذا الحكي مو صحيح، كيف بتحكي عني هيك؟ كأنه غايتي من رجعتي على البيت إني شوفهم مبسوطين. هذا الحكي مو صحيح أبداً. إيه معك حق. هذا الحكي مو صح، أنا ما هيك قصدت من كلامي. أنا كل شي كنت بدي أقوله إنه هنن عم يهينوكي وما عم يعملوكي منيح. كل شي عم بطلبه منهم إنه هنن يعملوكي بشوية احترام مو أكتر. يعني عم بحكي مشانك. يعني أنتي صاحبة البيت أختي، بعدين قبل ما تكون